ممكن هو يتلاقى مباشر، انا والله بقول الكتله الاولانيه كذا، الكتله الثانيه كذا، بس الكتله الاولى
ب3 في 10 اس 24، اوجد النسبه ما بين القوه الاولى والقوه الثانيه. نعوض القوه الاولى دي التجربه الاولى. خش على التجربه الثانيه، الاثنين حوالي شبه بعض، يعني هتلاقي ده نسبه جرافيتيشنال فيلد. بص على الاولى ديت، هتلاقي ان ديت الاثنين حوالي هنا شبه بعض. بمعنى والله انا في عندي هنا كورتين، في عندي مسافه بينهم وعندي الكور، بس الوحدات هنا بالكيلو جرام والميتر وحاجات اس 10 اس مش عارف ايه، ارقام كبيره. هتلاقي ان اللعبه الثانيه ديت او التجربه الثانيه هو بيقول لك والله ديت الكور الاولانيه ينفع ان انا اوديها اغير بالظبط الكور الاولانيه من هنا. ماشي، هتلاقي ماس اون ذا ليفت وادي المقدار بتاعها. طب الماس اون ذا رايت اهيت وادي المقدار بتاعها، حتى هي ساعتها بتتغير بتكبر وبتصغر معايا او الرقم بيطلع هنا. كويس؟ ما تحاولش ان انت تقوم بيها تتك على الرقم تتك على تجربه الشهر الاول دي. ماشي، فحضرتك تحاول ان انت تغيرها من الاسهم اللي هنا. طب اجي مثلا بالنسبه للديستانس والله اقول له 200 هي ما بتتغيرش اساسا، انا مش مهندس المسافه ما بتتغيرش. اتفحط وشوف المسافه بتتغير منين، دي كل التجارب دي عشان مش توقع في دماغك نفسك. هتيجي في قلب الامتحان مش مهندس المسافه ما بتتغيرش اقول لك انا مالي. حرفيا. فاشوف هنا طب ايه اللي لا ابص الاقي ان الكتله لما بمسكها المسافه بتتغير، دي حاجه كويسه. يقدر ان هو يقول لك والله
نقطه الانيشال بوزيشن بكام، المسافه الابتدائيه بكام، طب نقطه السرعه اللي كانت عند الانيشال بوزيشن دي بكام، على اساسها هتوصل تلاقي ان الايرور مش ازاي بتتغير، وهنا بتقول اسقط. كاستفاده علميه والله التجربه دي بتوضح مع حضرتك ان انا في عندي هنا مثلا النقطه اللي هو بتاع البوتنشال انرجي هو بيتغير مع النقطه بتاع الكاينتيك انرجي اللي هو البوتنشال انرجي، لما الاثنين يوميا يوصلوا هنا مثلا بتلاقي ان البوتنشال انرجي اقل ما يمكن والكاينتيك انرجي اعلى ما يمكن. هو بالنسبه لهنا هي عند موضع اكليمي فنص كي اس تربيع صفر فساعتها نص ام في تربيع ده بقى صفر بالنسبه للاستفاده العلميه. طب بالنسبه للدرجات والامتحان والكلام دوت يقول لك والله هو احنا كنا عند بوزيشن بكذا حلو وكنا عند فلوسفي بكذا، طب هو البوتنشال انرجي بالنسبه للكاينتيك انرجي بكام؟ ماشي؟ طب والله النسبه ما بين الكاينتيك انرجي في حاله البوزيشن مثلا اللي هو 51 دوت لما كانت السرعه 5.5 ولما كانت السرعه 6 السرعه هنا السرعه اللي هي ديت لما قال لك والله ان السرعه كانت الاول ب 2 وحاول بقى تشوف الارقام بتاعتها فين لان هي بصراحه ماشي؟ ولما كانت السرعه مثلا او السرعه بتاعتها بالنسبه ما بين الكاينتيك انرجي الاولانيه والكاينتيك انرجي الثانيه، طب بالنسبه ما بين الكاينتيك انرجي الاولانيه والكاينتيك انرجي الثانيه ده مش نفس الموسيقى؟ جايب لك تجربه ثانيه بيقول لك والله اسمها برضه البندليوم زي التجربه الاولانيه اسمها البندليوم اسمها بتاعت التجربه الثانيه ديت حابب تقول لي تمسك كده النقطه ديت هتلاقي ان انت بتعرف تظبط الزاويه ماشي؟ هناك ديت انت هنا الزاويه كانت اخرها 10 مضربه و10 سلم ماشي؟ وهنا كان السبرنج لينس عندك محدود. طيب بالنسبه للوقت اللي احنا شغالين فيها دلوقتي ديت لا بوقفها بس عشان بس ايه نعرف نفهمها. اول حاجه اول ما تبتدي التجربه بتاعتك تبتدي بوقف عشان مش تبقى واحده معاك. طيب انا دلوقتي عايز اظبط الزاويه مثلا بمقدار 5 دورات. ظبطت الزاويه بمقدار 5 دورات. قال لي والله ده الماس الاولانيه كانت كتلتها 1 كيلو جرام واللينس الاولاني كان ب 1 هو كمان ماشي؟ طيب والماس الثانيه كده هو في ماس ثانيه؟ اه التجربه دي تنفع ان انت تقول له شو سكند بالدليل عشان يطلع لك الماس الثانيه لان انا اعرف كانت عندي زاويه مثلا 10 درجات ماشي؟ كانت اللينس بتاعها مثلا ب 2 وكانت الماس بتاعتها ما كانتش حلوه بص تمام؟ طب انت عايز تعمل حاجه قال لك والله شغال التجربه ديت وهدي الزمن الدوري الاولاني بالنسبه للزمن الدوري الثاني. قلت له شغال التجربه ايه؟ طب هو فين الزمن الدوري؟ اه هبص بقى ايه اللي باين لي هنا؟ قال لك ده فريكشن ما تكلمش حاجه عن الفريكشن. قال لك والله ده التايم. قال لك ديت عجله الجاذبيه الارضيه اللي هنتكلم عليها دلوقتي. قال لك ده ديت شوف بص الفلوستي ده اسهل. طب الاكسلريشن؟ لا دي اسهل برضه. طب والانرجي؟ لا دي مالهاش لازمه. طيب هو ده هو انت تجيب ده كده تقول له والله هو بيقول لك هنا بالنسبه للبندليم الاولاني شوف او ستارت هو بيحسب دلوقتي البندليم الاولاني شايف حته الخط الازرق اللي هو احمر اختفى ده وقام جاي جاب الزمن الدايركت بتاع البندليم الاولاني. طب انا عايز الزمن الدايركت بتاع البندليم الثاني اقول له هنا البندليم رقم 2 ستارت هيبتدي ان هو اهوت خط الاحمر اهو هو بيقول لك والله ان انا جاي اقيس الزمن الدايركت بتاع البندليم الثاني طلع كويس مش كده؟ طيب والله لو كانت عجله الجاذبيه بتاعتك حضرتك ما كانتش عجله الجاذبيه بتاعت الارض. طب هي كانت عجله الجاذبيه بتاعت القمر. يبقى النسبه ما بين الزمن الدوري الاولاني والزمن الدوري الثاني بكام؟ لو كانت عجله الجاذبيه بتاعت القمر. بقول له ليه من الدنيا ماشي؟ بقول له هنا ستارت. واشوف الزمن الدوري بتاع البنزليوم في الحاله الثانيه. في مشكله كده؟ قام جاي جاب الزمن الدوري. ماشي وفي الاخر السم بنبص تلاقي حاجه من الاختيارات قدامك لو مش هي من الاختيارات اللي قدامك يعني تخش على بعضها وترجع لها او معلم على اي حاجه وبعد كده تخش على بعضها وبعد كده ترجع لها بامان. الامتحان اهم حاجه فيه وقت ماشي تجربه يعني دي حاجه وقت كتير زي التجربه المقصوده دي بتاخد وقت ماشي اللي هي بتاعت الكلام دي ومساعد حاجه فحضرتك بتبص بتلاقي الارقام هنا قاعده ماشيه بطء طب هسيبها وان شاء الله هرجع لها تاني حاجه في الامتحان. تمام؟ بس انت مش هتفهم يا جماعه. انت شغلت التجربه قال لك والله انا في عندي تجربه اللي بعدها حاجه اسمها كلميتر او مساعد حقيقي، المساعد الحقيقي ده عامل حق. قلت لك والله انا في عندي هنا كلميتر او في الموتور في عندي شويه ميه ينفع ان انا اغير بقى ده بتاعتك
50. قلت انا جاي ظبطها على كده 50. طيب الماس بتاعتها مدتها كانت ب 20 جول. قلت انا جاي ظبطها هنا على 20 جول. حلو؟ طيب قال لك طب ضغط الحاله النهائيه بتاعت الطقم ده كده كله مع بعضه. اقول له خلاص يا عم الحاج استقط. اقوم جاي واخد الكتله دي واقوم جاي احطها جوه. بص هتلاقي الدرجه الحراريه هنا بتاعت الميه اللي هي اللي بتغلي. ليه؟ اصل هو حاطط هنا الجهاز اللي هو بيقيس درجه الحراره في الميه. الجهاز ده بيتحرك النظام كله. من تاني. تجربه اسمها كيلومتر. ديت. النظام عندي هتلاقي اللي فيه حته بتاع هواء هنا بيقيس درجه الحراره في الميه. في شويه ميه في حته كده. اظبط الماس بتاعت المتر على حسب هو مداري قبل المساله. درجة الحرارة بتاعت المتر على حسب هو مداري برضه قبل المساله. درجة الحرارة الابتدائية بتاعته على حسب. طيب. قال لك والله درجة الحرارة الابتدائية بتاعت المية قلت. تمبريتش اوف ذا. طيب. درجة الحرارة سوري الكتلة بتاعت المية اهي. قال ان انا اغير وبعد كده الارقام تتغير عندي. يبقى انا هنا ظبطت اول حاجة درجة الحرارة الابتدائية بتاعت المية 24. درجة الحرارة الابتدائية بتاعت حتة المعدن دي 169. 169 ظبطت الكتله بتاعت الميه 114 ظبطت الكتله بتاعت المعدن ب 20 ده على حسب ما حطيت لهم الداله في المساله تمام؟ طيب قال لك والله درجه الحراره النهائيه بتاعت السيستم هتبقى بكام؟ لو انا قلت لك هاخد حته المعدن دي احطها في الميه اول ما اقول له ستارت هتلاقي ان هو ياخد حته المعدن يحطها في الميه وهتلاقي ان الجهاز اللي انا بقيس درجه الحراره هو في الميه تلاقي درجه الحراره الميه اللي في الميه درجه الحراره الميه بدات ان هي تزيد ليه؟ الميه المفروض ان هي بتحتسب طاقة حرارية اللي المعدن بيخرج. ماشي؟ خلاني قاعد جنبها زي الحسين كده. انت ظبطت السيستم بتاعك ابتدي تقعد فترة. ماشي؟ لغاية ما تسكت. فبتسيبها تخش على السؤال اللي بعدها وبعد كده ترجع لها تاني. بس احنا بصراحة ماشي. ووصلت هنا عند 26.30 وهي بتقلب من 30 ل 31 فده حوالي كده ستيبل خالص. ماشي؟ ده مش هتلعب كده. لا يعني من 9 انت بتتكلم في بوينت 1% درجه ولا حاجه ده طب دي درجه الحراره النهائيه بتاعت السيستم طب اوجد مثلا السبيسيفيك هيت بتاعت المعدن اقول له والله انا ما عنديش مشاكل